بصراحه المعرض السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، المكان هنا احسن، كمان الخدمه الناس الله اكبر متعاونه جدا، اليوم تحفه. انا جيت امبارح وجيت النهارده، اليومين زي الفل بصراحه. الكتب اسعارها طبيعي يعني كله فرنج واحد، مش غالي قوي، سعر طبيعي. والايفنتات هنا مهمه جدا وكويسه، بيقدم نشاطات مختلفه جدا لكل الناس اللي عندها ديفرنت يعني عندها هوايات مختلفه. والاسعار لحد ما يعني مش بنقول اللي هي في المتناول قوي، ولكن الاسعار مع غلاء المعيشه الموجود لحد ما الناس اللي ناشرين والناس اللي عاملين معارض او هم عارضين حاجتهم بيحاولوا يخففوا عن الناس، عاملين تخفيضات كويسه لحد ما. المعرض بيبقى في توقيت مناسب جدا، فبيهيئ لينا اللي احنا نيجي المكان ده وقت، وبنجيب اسرتنا، اسره بسيطه، بنيجي نتجمع هنا، بنزور المعرض، في كتب جميله بنشتريها من هنا. ايه اللي عجبك في المعرض هنا؟ شايفه الاجواء والخروج الخروجات اللي هنا عامله ازاي؟ ان هو منظم وكتب سعرها معقوله. هو دايما في حاجه جميله في المعرض، لان انت بتيجي تشوف ناس اول مره تشوفها، معارفها سوشيال او كده، فبتجمعها في المعرض في نفس اليوم، فدي اجمل حاجه في المعرض يعني. بالنسبه للاجواء اللي في المعرض فهي اجواء حلوه قوي، عدد كبير، والعدد كبير ومبشر، وفي نفس الوقت العدد كله حماسي، يعني اللي هو مش فكره انا رايح عشان اتفرج ولا بس، لا هو في حماس، شغف للغه نفسها، في حماس للقراءه. مبسوطه جدا لان في كتب كتيره كنت بتمنى ان انا اجيبها، وفي برضو حاجات كتيره، في مغامرات، كتاب مغامرات من زمان جدا برضو ماما كانت بتحكي لي عنهم، لقيتهم برضو هنا.